نواقض الوضوء، نواقض الوضوء. ما عندنا ذا؟ تغير. نعم. الخارج من السبيلين مطلقا، خارج من قبل، من دبر، من ذكر، من أنثى. نعم. በሁለት መንገዶች የሚወጡት በሴቶችም ሆነ በወንዶች በአጠቃላይ ወጥ ፈሳሽ ነገር ውጎ ያበላሽ ባውል ጋኢጥ ሪሕ ናም ሽንት ሰገራ ፈስ መሳሰሎች ናም ዘዋል ልዓቅል አእምሮን መወገድ ቢናውም በእንቅልፍ ሊሆን ይችላል አው እግማ አው ድቅ መሽታ ሊብለው አው ሱክር ወይ በጣም ሰክሮ አው ጁኑን ወይ አዶ አነውም ለይሰ ናቅድ ልውዱ ና እንቅልፍ ውዶ አበላሽታ አይደለም ላኪን ሁወ መظነ ሊኹሩጅ ሪሕ ለሽ ለፈስ መውጭ ፈስ ይወጣበታል ተብሎ ስለሚያጠራጥር ነው ፈኢዘ ካነ ልአን ገለበሁ ኑዓስ እንቅልፍ በጣም የእንጉል ቻል ተበዛበት يعني هذا الآن الأخ عندنا هنا غلبه النعاس وهو جالس. هل وضوء صحيح أو لا؟ وضوء صحيح. هل تشعر بنفسك؟ قال نعم إذا وضوء صحيح. وإذا قال لا أنا لا أشعر بنفسي ما شاء الله يعني غفوة جميلة أخذتها في الدرس وضوء باطل أكل لحم الجزور أكل لحم الإبل يا جمال سقام مبلات والردة لأنها محبطة لكل الأعمال ولكن يجب ان يكون هناك من لا عباده يبلش نعم